يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لك يا ربي، الحمد لك الذي دعوتك فاستجبت، الحمد لك الذي دعوتك وأنا ساجد بين أحضانك فاستجبت. اللهم يا ربي قدرني على عمل الخير، اللهم قدرني على الذكر والشكر وحسن العبادة. اللهم دعوت لكل الناس فتقبل دعائي، فإنك أنت السميع العليم. الحمد لله، شكر لله، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلت ونعم الوكيل. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي أحبائي عشاق السيدة جميلة، نهاركم طيب إن شاء الله، رمضان مبارك، رمضان مقبول، صيام مقبول، وقيام مقبول إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. الزول ده مقرا في اللون يثمي يسمي صياما ماني اللام. Bonne journée pour tous les émigrés qui se trouvent hors de l'Algérie qui font Ramadan. Rabbi taqabbal inchallah minna wa minkoum, amin ya rabbal alamin. Comme vous me voyez aujourd'hui, j'existe, je suis à Batna. اليوم راني نتواجد في ولاية باتنا. وجبني لهذه الولاية اليوم، وانا صائمة عيانة شوية، ولكني اضطر الحال باش نجيب خولة اليوم باش تدير ابرة الظهر. La ponction lombaire. Aujourd'hui je suis ici pour que Khoula va recommencer la deuxième ponction lombaire. Vraiment, vraiment, elle est difficile, c'est vrai, c'est un risque, quoi. والله إبرة الظهر هذه راهي ماشي سهلة، لا على المريض لا على الطبيب كذلك، ولكن بحول الله تعالى وقوته جبت سمانة يا خوتي، سمانة وأنا ما نرقد مليح، ما ناكل مليح، نستنى هذا اليوم العصيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بحول الله تعالى وقوته أعان الله الطبيبة تاعها والممرضة تاعها، عاونهم رب العالمين ودارت لا بونكسيون لومبيغ تاعها، دارتها والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله بك يا ربي، الحمد لله بك يا ربي. وبكيت بكاء شديد جدا، بكيت اخوتي، بكيت حتى بكيت الطبيبة. بغيت نقول لكم اللي حبني واللي تبعني من القلب من القلب، يا يتبعني يا غري عزة يهزوا يديهم عند رب العالمين سبحانه ويدعيوا للطبيبة تاع خولة. ألف تحية لها، ألف تحية، ألف تحية. عندها زوج طبيبات وعندها ممرضة، الله أكبر، نحييهم على كل حال. زوج ممرضات نحييهم، ولكن درك تتواجد غير ممرضة واحدة. دعيوا ربي يهزوا يديكم. هذه الممرضة عندها ماماها راهي في حالة، الله أكبر، عندها عملية جراحية صعبة في الكلية، شفاها الله، دعوا معايا. وكذلك الطبيبة المختصة نتاعها نغلوغ، عندها مشكل، باباها مريض والدواء ناقص شوية، الدواء تاعو غالي وناقص. ندعيو رب العالمين سبحانه أن الدولة تقدر توفر له يتعالج. ادعيوا لها معاي. ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عجزتني أخوي، أخوتي عجزتني الطبيبة هذه، درت لها لا بونكسيون لومبيغ برقدن هكا، وفوتتها بإرياحية. وخولة كانت مخلوعة منذ زمان، بكات خولة وبكينا كاع حتى الطبيبة وبكات. لا إله إلا الله، جامي شفت في حياتي، يعني ما نكذبش عليكم، خولة هذه تعالج قبل ما تعالجها الطبيبة بلي برودوي بالدواوات هذوك اللي دير لها كاع، تبدا تعالجها بطيبة القلب. ضمير حي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب زايد، حب زايد. تحية لك سيدتي الطبيبة، تحية لك وتحية للزوج نتاعك وتحية لوالديك وتحية للبراعم الصغار. على كل حال ربي يحفظهم ويبارك فيهم. أقسم بالله العظيم أظن أن هذه الطبيبة تحب خولة كما تحب هذو الزوج براعم نتاعها. ربي يحفظهم وينجحهم إن شاء الله ويبارك لها.
وكذلك هذه الفرملية تحية كبيرة لك بنيتي، ربي ينجح بنتك في قرايتها وربي يشفي أمك. ادعوا معايا أعزائي، بكيت بكاء شديد ويؤسفني كذلك ويؤلمني كذلك أنه خولة لا أحد أحس بها من فميلتها. عيب، عيب كبير، عيب كبير. شابة يا أخوتي 20 سنة في مقتبل العمر، زهرة كما هذا الزهور، هذه وردة متفتحة حيزها راح تتفتح الدنيا، تعيش آلام. نقدر نقول لكم باللي خولة ماشي تعيش الألم، خولة هي الألم، خولة سي لي دولوغ، سو سون لي دولوغ كي مارش سور تيغ. السطر يقرفذ من مورد، بصح يؤلمني ويؤلمني جدا أن الفاميليا لا واحد حس بها، حاشا عائلة واحدة، عائلة واحدة من أهلي حاسين بها وعاونوها ماديا. وتحية كبيرة للناس اللي عاونوها ماديا أينما كانوا، تحية كبيرة لكم أينما كنتم، على بالي تفرجوني بدون ذكر الأسماء في فرنسا وبدون ذكر الأسماء في كذلك بدون ذكر الأسماء في الإمارات العربية وفي كندا كذلك، وبدون ذكر الاسم. تحية لك سيدي الكريم اللي عاونتني قدام جامعة الحاج الأخضر، إذا كنت تتفرجني تحية كبيرة لك سيدي الكريم، تحية كبيرة لك. ما الذي يحدث؟ كيف ماتت الضمائر؟ وكيف ماتت المشاعر؟ وكيف انقطعت عفوا صلة الرحم؟ طفلة شابة ماشي حاجة صغيرة، شابة يا ابن عمي حلت عينيها للدنيا وراهي تسوفري وراهي في حكم الله سبحانه عز وجل. ما زلنا ما على بالناش اسكو تعيش ما تعيش آلام حادة، كيفاه ناكل كيفاه نشرب كيفاه نرقد والإنسان يبكي. وتعرضت لحد لحالة انتحار، حاولت تنتحر دفوة، وسترنا رب العالمين سبحانه والحمد لله، ودرت باب تاع الحديد في لاطيغاس نقفلو بالكادنا لكش ما تدير في روحها في الليل. أين المشاعر؟ كيف ماتت المشاعر؟ الله أكبر. بودي أن أشكر الشعب الغالي، دي ميلي دي جون، دي ميلي دي كومنتير كاع يدعو لها رب العالمين سبحانه أنه يشفيها. بزاف ناس، شكرا 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 جزيلا لكل الناس اللي دعوا لها في لي كومنتير السمانة هذه. كانت الأسبوع هذا كاع أنا فتشت لي كومنتير، لقيت الأسبوع هذا كل الناس يقولوا ربي يشفي لك بنتك خولة سيدة جميلة، ربي ربي يشفي كاع المرضى في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر العظيم. اللهم اشفي جميع المرضى اللي راهم يسوفريو، وربي يصبر أهاليهم، وربي يصبر جميع الناس اللي فقدوا أهاليهم كذلك. ربي صبر عائلة بوسعد على فراق أختي سليمة، يا أخي هدرت لكم وعزيت، ربي صبرهم إن شاء الله، فراقها غالي علينا شوية لكن عاد حب ربي أمانته، عاشت ما عاشت وخذها الرحمن عنده لعلها تستريح في هذه الأيام المباركة. تقبل الله صلاتها وصيامها وحجها المبرور إن شاء الله وصدقاتها. اللهم اجعلها بجانب الأنبياء الصالحين، اللهم اجمعها ووالديها مجمعا طيبا عندك لا فراق بعده أبدا. واللهم صبر كل من ابتليت، اللي فقد واحد من العائلة تاعو هاني ندعي للجميع، لأنني أنا ماما تاع الجزائر، أنا ماما تاع الجزائر وماما تاع الجزائريين أون جينيرال. كسبت حب آلاف الناس، ملايين الناس كسبت حبهم. أنا السيدة جميلة تاع الغاشي وكل تاع الشعب اللي راهو يتفرجني عنده أزمة، ربي فك قيد جميع الناس، ربي يفرج هموم جميع الناس في هذا الشهر المبارك. يا رب يا رب اجعلها لحظة استجابة، وأنا بين أحضانك يا ربي، وأنا بين أحضانه هذه الأشجار البريئة. الله يبارك كما راكم تشوفوني هكا، ندعي ربي أيتها الأشجار، على بالي إن كنا تسبحنا بحمد ربي سبحانه، أعلم أن هذه الأشجار تسبح بحمد الله وتكبر وتهلل. ادعوا معايا حبيبات الأشجار، ادعوا معايا حبيبات الأحجار. حجرة كيما هذه يا أخوتي، ها هي حجرة، ها حجرة صراي حاسة على بالها خلقها الرحمن، حجرة راهي تسبح وتستغفر وتشهد. ما بالكم بني آدم،
ادعيوا معايا الاعشاب هذو، الازهار هذو، الحشائش هذو كاع، ادعيوا معايا رب العالمين يعطي لهنا البلاد ويفرج على اللي راه مبتلى، ربي يفرج عليه وربي يعطيه العقل والصبر ان شاء الله حتى نروحوا عند رب العالمين سبحانه. وعلى بالي اخر كلام نقول لكم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون، صدق الله العظيم. واحد يبقى فيها خوتي، المريض راح يروح، الصحيح راح يروح، الفقير يروح، الغني يروح، واحد ما يبقى فيها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويسعد اللي رب عند رب العالمين وأخذ معه زادا. أتوجه إلى كل غني أن يتصدق على الفقير، أتوجه لكل من هو لباس به يشوف الناس اللي راهم حالتهم ضعيفة، لنتعاون على هموم هذه الدنيا أحبائي، خطر الصلاة والصيام وحدهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصلاة والصيام وشوية إعانة للناس اللي ما عندهمش، هم كاينين ناس نعرفهم قريبات هكاك. لذلك أنا نحيت هذوك الصدقة، ربي يجعل صدقة مقبولة، يموت الميت ويبداو الطواب اللي تعمروا، كل 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 كل، هذوك اللي ياكلوا كاع لاباس بهم ماشي حابين ياكلوا، ما علاش ما يلموش الصوارط نتاع الصدقة هذيك نتاع الموت والوخيذة اللي نقولوا لها الموت والوخيذة، يحوسوا على قدان عائلة معوزة محتاجة تاكل طرف الحمد، دير شوربة في هذا الشهر المبارك. حنوا على بعضكم أعزائي، وتقبلوا مني أجمل التحية من القلب من القلب، شعبي الغالي راكم هنا أكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.